بنحو سريع وموجز أشير إلى مجموعة من النقاط التي تخبرنا عن هذه الحقيقة. أولا، وقوع القتل في عصر الرجعة هو هذا بحده يكشف لنا عن أن الجريمة ستكون أبشع. لماذا؟ لأن الحجج قد تأكدت على الناس. القتل سيكون في العراق، الحجج تأكدت وتأكدت وتأكدت. نحن نتحدث عن زمان متأخر في عصر الرجعة العظيمة، العصر القائمي الأول تقدم وجاءت رجعة الحسين الأولى وكرات الأمير ورجعة الأئمة والعصر القائمي الثاني، كل هذا قد مر، تأكدت الحجج. فحينما تتأكد الحجج وتكون الصورة واضحة جدا، فهذا يعني أن القتل سيكون عن عناد، سيكون عن حقد، عن حسد، وحينئذ سيكون أشد. فإن الحجج التي ستتأكد في عصر الرجعة العظيمة قطعا هي أقوى من الحجج التي تأكدت على العراقيين في زمان القتل الأول. فضلا عن أن وسائل الحرب، وسائل القتل ستكون أشد فتكا، فكل شيء سيتطور، كل شيء سيتقدم إلى الأمام. فوسائل الحرب ستكون متطورة جدا في كل اتجاهاتها، وربما ستكون الأسلحة بصورة لا نستطيع تصورها الآن. ويضاف إلى كل هذا معرفتهم، أتحدث عن الذين سيقتلون الحسين، معرفتهم بالذي جرى في القتلة الأولى، فإنهم سيأخذون ذلك بنظر الاعتبار كي يأتوا بجريمة تكون أشد وتكون أبشع. فوقوع القتل في عصر الرجعة مع كل هذه الحيثيات التي أشرت إليها، ومع حيثيات أخرى ما أشرت إليها، يكشف لنا عن أن الجريمة ستكون أبشع. هذا أولا. وثانيا، اقتراب الوقت المعلوم، فإن قتل الحسين في عصر الرجعة سيكون قريبا من الوقت المعلوم الذي سيتحقق في أواخر عصر الدولة العلوية الكبرى. والدولة العلوية الكبرى ستأتي بعد قتل الحسين الثاني
زمان الرجعة بعد أن يثأر السفاح، بعد أن يخرج الأمير غاضبا للمنتصر مثلما مر علينا في الروايات والأحاديث، فإن الدولة العلوية ستبدأ بداياتها. سيكون القتل قريبا من الوقت المعلوم، وهذا يعني أن المشروع الإبليسي سيتحرك في جميع الاتجاهات. هذا يعني أن إبليس سيحرك كل قواته وكل أعوانه لعله يؤخر تحقق الوقت المعلوم. الواقعة قريبة من الوقت المعلوم، هذا يعني أن الأمر سيكون أشد. ثالثا، في القتلة الأولى جاءت عشائر العراق وجاء أهل الكوفة، أما في القتلة الثانية مرت علينا الرواية تخبرنا من أن الناس سيجتمعون عليه، سيتكاثرون عليه، أبيضهم وأسودهم، وهذا سيجعل الواقعة أشد، سيجعلها أقسى. رابعا، الذي أخذ بثأر الواقعة الأولى إمام زماننا، أما الذي سيأخذ بثأر الواقعة الثانية أمير المؤمنين، وهذا يكشف عن عظمة الأمر. ومر علينا من أنه سيخرج غاضبا، سيخرج غاضبا لما جرى على المنتصر، لما جرى على الحسين في القتلة الثانية، وهذا يكشف عن أن الجريمة ستكون أقسى إذا ما نظرنا إلى الآخذ بالثأر. خامسا، مر علينا التعبير في الكتاب الكريم بالراجفة. الآيتان السادسة والسابعة بعد البسملة من سورة النازعات: يوم ترجف الراجفة تتبعها الرادفة، بينما مر التعبير عن القتلة الأولى من أنها تركت وأثرت بتأثير القشعريرة، وأشهد أن دمك سكن في الخلد واقشعرت له أظلة العرش. مر هذا الكلام علينا. القشعريرة أشارت إلى القتلة الأولى، والراجفة أشارت إلى القتلة الثانية. لا أريد أن أعيد الكلام الذي تقدم في الحلقة الماضية، لكن هناك فارق كبير بين الرجفان وبين القشعريرة، وهذا يكشف عن قسوة الجريمة وعن عظم الرزية بشكل أوضح في الحالة الثانية. وأيضا فإننا إذا ما نظرنا إلى التعبير
تتبعها الرادفة بشكل مباشر. يكر الأمير غاضبا ثائرا للحسين، يوم ترجف الراجفة تتبعها الرادفة بشكل مباشر، بينما يوم الخلاص المرحلة الأولى من الثأر الحسيني على يد إمام زماننا فيما بين يوم الخلاص ويوم عاشوراء زمان طويل. عاشوراء حدثت في السنة 61 للهجرة، وها نحن في السنة 42 بعد 400 بعد 1000، ها نحن في أواخر سنة 1442 للهجرة، ولا زال الزمان ممتدا مستطيلا. بينما في القتلة الثانية مباشرة يأتي الثائر السفاح، يوم ترجف الراجفة تتبعها الرادفة. هذا يكشف عن قسوة الجريمة من أنها أقسى وأشد وأبشع وأعظم. سادسا، الوصف في زيارات الحسين بالوتر الموتور تشير إلى أن الجريمة أقسى. الموتور، القتيل المقتول، الدم السفيح المسفوح. سابعا، الأمور بخواتيمها ونتائجها. القتلة الأولى ستنتج لنا المشروع المهدوي الأعظم، ستنتج لنا يوم الخلاص. المشروع المهدوي الأعظم في العصر القائمي الأول هو مقدمة للرجعة العظيمة، والرجعة العظيمة مقدمات تقودنا إلى النتيجة العظمى، إلى الدولة المحمدية الخاتمة. القتلة الثانية هي التي ستكون فاتحة وبوابة للدولتين، للدولة العلوية الكبرى التي هي مقدمة للدولة المحمدية العظمى. هناك فارق بين النتائج. نتائج القتلة الأولى مقدمات للرجعة، بينما نتائج القتلة الثانية هي زبدة الرجعة، هي خلاصة الرجعة، هي الدولة المحمدية العظمى. نستطيع أن نتبين الأمور من نتائجها، فالأمور بخواتيمها وبتحقيق أهدافها. ثامنا، في ثقافتنا الحسينية، في أجوائنا الشيعية، نحن نعتقد أن سيد الأوصياء في السنة 61 للهجرة يظهر لنا أن الأمير أعد العباس
للقتلة الثانية، فإن العباس في عاشوراء في السنة 61 للهجرة كان سقاء، خرج مستأذنا فأمره سيد الشهداء أن يطلب ماء للأطفال العطشى، فكان العباس سقاء فقط، ما كان العباس عباسا، سيعود العباس عباسا، سيعود في الرجعة، سيعود العباس عباسا في المرحلة الثانية من الثأر الحسيني، في رجعة الحسين الأولى، سيعود العباس عباسا مع الحسين في الكرة التي سيقتل فيها، وسيقتل العباس أيضا، فإن أنصار الحسين سيكونون معه. في تلك الكرة وما قبلها في عصر الرجعة العظيمة سيعود العباس عباسا، لا كما كان في عاشوراء كان سقاء. أتعلمون ما معنى العباس؟ العباس في لغة العرب هو الأسد الذي تفر منه الأسود، العباس في لغة العرب هو الأسد الذي تفر منه الأسود، ترتعب منه الأسود، هذا المعنى تجلى ما تجلى منه في طفوف السنة 61 للهجرة، لكن المعنى لم يتجلى بكامله، لأن العباس كان سقاء، سيعود في الرجعة عباسا. هكذا نقرأ في زيارته، في زيارة أبي الفضل صلوات الله وسلامه عليه، إنني أقرأ عليكم من مفاتيح الجنان، وهذه كلمات إمامنا الصادق، إمامنا الصادق صلوات الله وسلامه عليه، هو الذي علمنا أن نزور العباس بهذه الكلمات، نخاطبه، نخاطب أبا الفضل، فمعكم معكم، إنها كلمات الزيارة الجامعة الكبيرة، نخاطب العباس لأنه وجه محمد وآل محمد، عبر العباس نخاطب محمدا وآل محمد، هذا وجههم المشرق، هذا قمرهم، فمعكم معكم لا مع عدوكم، إني بكم بكم وبإيابكم من المؤمنين، بإيابكم يا أبا الفضل، إني بكم بكم وبإيابكم من المؤمنين، وبمن خالفكم وقتلكم من الكافرين. لاحظوا دقة التعابير، قتل الله أمة قتلتكم، متى هذا؟
متى سيقتل الله أمة قتلتهم؟ في الرجعة بيد علي صلوات الله وسلامه عليه. الحديث عن القتلة الثانية، القرآن يشير إلى ذلك. ماذا نقرأ في سورة الأنفال في الآية السابعة بعد العاشرة بعد البسملة؟ وسورة الأنفال تتحدث عن واقعة بدر، والخطاب من الله إلى رسوله: فلم تقتلوهم. الحديث هنا عن المسلمين، فلم تقتلوهم ولكن الله قتلهم. كيف قتلهم؟ علي هو الذي قتلهم، قتل الصناديد. المسلمون ما كانوا يملكون سيوفا، كانوا يحملون معهم جريد النخل. الأسياف كانت قليلة. أتعلمون كم كان عدد الأسياف؟ كان عدد الأسياف ثمانية أسياف. ولم يملك المسلمون من الخيول إلا فرسين، واحدة عند المقداد بن الأسود وواحدة عند الزبير بن العوام. ما كان عند المسلمين لا رماح ولا سيوف ولا نبال، كانوا حفاة لا يحملون معهم إلا جريد النخل. جاءوا من المدينة، والمدينة معروفة ببساتين النخل، جاءوا بجريد النخل. وما كانوا قد تدربوا على الرياضات القتالية كالجودو والكاراتيه وغيرها، وما كانوا قد تدربوا على الرياضات القتالية كالجودو والكاراتيه وغيرها. فالذي جندل الصناديد هو علي، هو علي الذي أدار المعركة، علي صلوات الله عليه. فلم تقتلوهم ولكن الله قتلهم، قتلهم بيد علي. وما رميت يا رسول الله إذ رميت ولكن الله رمى. حينما رفع رسول الله مقدارا من حصباء الأرض ورمى به وجوههم، وجوه المشركين، حين قال: شاهت الوجوه. والروايات تخبرنا من أن تلك الحصباء وذلك التراب الذي من أن تلك الحصباء وذلك التراب الذي رفعه رسول الله ما وصل إلى وجه أحد من المشركين إلا وقد قتل بيد علي. فهذا الخطاب خطاب لمحمد وعلي، مثلما جاء الكلام في سورة الأحزاب
في الآية 25 بعد البسملة: وكفى الله المؤمنين القتال حتى في كتب المخالفين، وكفى الله المؤمنين القتال بعلي 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 بعلي، وكفى الله المؤمنين القتال بعلي، فلم تقتلوهم في بدر ولكن الله قتلهم، أما رسول الله وما رميت إذ رميت ولكن الله رمى، فلم تقتلوهم ولكن الله قتلهم. فحين نقرأ في زيارة العباس: قتل الله أمة قتلتكم، إنه القتل الثاني بالأيدي والألسن، يا أبا الفضل فمعكم معكم لا مع عدوكم، إني بكم وبإيابكم من المؤمنين وبمن خالفكم وقتلكم من الكافرين. قتل الله أمة قتلتكم بالأيدي والألسن، لا يعني أن العبارة لا تنطبق على إمام زماننا، لكنها في عمقها البعيد مثلما جاءت التعابير القرآنية في سورة الأنفال في علي تشير إلى غضبة السفاح، إلى الثأر الحسيني على يد علي بعد القتلة الثانية في الرجعة العظيمة. من هنا فإن كلمة الحسين للعباس حينما جاء العباس مستأذنا بعد أن قتل جميع الهاشميين وجميع الأنصار، لم يبق في ساحة المعركة مع الحسين إلا العباس، فجاء مستأذنا، فماذا قال له سيد الشهداء؟ قال: أنت حامل لوائي، وإذا مضيت، إذا مضيت يعني إذا مضيت شهيدا، إذا ما قتلت تفرق عسكري. صحيح أن العباس عسكر الحسين، صحيح هذا، لكن الإمام إذا كان يقصد هذا لكان قال له: وأنت عسكري. الإمام قال له: تفرق عسكري، يشير إلى زمن آخر. فالحسين هنا يتجاوز في حديثه زمن اللحظة مثلما تجاوز الزمان مع أنصاره ومع أهل بيته في ليلة عاشوراء حين حدثهم عن الذي سيجري في يوم غد في يوم عاشوراء، وحدثهم عن الرجعة العظيمة ومن أنهم سيعودون، حدثهم عن الرجعة، الروايات تخبرنا حدثهم عن رجعته، إذا ما رجع هو فإنهم سيعودون معه، وأراهم مواضعهم في الجنان. عاشوراء تجاوزت الزمان والمكان في أسرارها وتفاصيلها. الحسين هنا يشير إلى زمن بعيد،
فإذا مضيتها يا أبا الفضل تفرق عني عسكري. هذا يؤكد ما تشير كل المعطيات من أن الأمير أعد العباس لحسين إلى الزمن البعيد، إلى زمن الرجعة العظيمة. هذه معطيات، منها ما هو في حد التصريح، ومنها ما هو في حد التلميح، وهناك معطيات أخرى سيأتي ذكرها، سيأتي ذكرها في طوايا الحديث المتفرق في الحلقات القادمة. كل ذلك يشير إلى أن القتل الثاني سيكون أشد، سيكون أقسى، ستكون الجريمة أعظم. نذهب إلى فاصل.